ايه الوزر اللي عليا انا كعمر لو انا تناقلت بعض من اكاذيب هؤلاء الجماعات الشيطانيه الفاشله؟ وشفنا في الحلقه جزء من الكذب اللي هم بيلفقوه، يقولوا ده المبنى ده او المسجد ده مهدود ان الدوله هدته، قال يعني ازالات، في حين ان هذه الصوره وهذا المسجد مش في مصر، هو في سوريا، ملوش اي علاقه بمصر. خطوره او الوضع ايه الشرعي، ما موقفي امام الله سبحانه وتعالى لو انا ساهمت في نشر هذه الاكاذيب دون ان اتحقق او عن قصد؟ انا موقفي ايه قدام ربنا؟ موقف الانسان الذي يفعل هذا بعيدا عن السامعين كلهم، يعني انا لا ارجو الله سبحانه، انا لا ارجو ان يوقع الله سبحانه وتعالى احد من السامعين في هذا البلاء، لانه بلاء شديد. بعيد عن السامعين، اخرج مسلم في صحيحه، يقول لك ايه العلماء في مقدمه صحيحه، يا يعني نخليه هو مفتاح من مفاتيح بناء الوعي، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم وفي المقدمه، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. حديث فيه امر بالتوثيق، ده غير كفى بالمرء اثما، ده اللي بعده على طول بسند آخر، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم. في الأول كذبا وبعدين إثما. نعم. معنى كده إيه؟ كفى بالمرء كذبا، ليه أنا اخترت حتى الرواية دي؟ اخترتها لأن لما جه أبو ذر وقال يا رسول الله عليه أفضل الصلاة، أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أو يبقى ارتكب جريمة وإثم وكذا ويستحق العقاب، يعني يستحق العقاب. أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال لا. الكذب لا تتنافى مع الإيمان. ياه أدي اللي أنا بقول لك بعيد عن السامعين. يعني كده مش هيبقى مؤمن لأنه بيتعمد الكذب. طب يا مولانا، دول مشغلين مكنة الكذب للنهار، ده مشغلينها للنهار، واحنا بنحاول هنا في برنامجنا ان احنا نتصيد الكذب ده وننشره لحضرات الساده المشاهدين عشان يشوفوه ونفنده قدامهم. يعني ما هو منعهم كم كذب رهيب، يعني قال لهم اوعى تتكلم باي حاجه سمعتها، سمعت خلاص انت اخر واحد سمعتها، لكن كون انه يقول اصل انا سمعت، اصل بيقولوا، اصل بيعيدوا الشير اللي على الفيسبوك ده، الشير اللي على ده، هذا يخرجه من نطاق حسن الايمان اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، واللي ربنا سبحانه وتعالى يجعله محل نظره. معصيه شديده من الكبائر للدرجه دي؟ ما هو قال كده. أيكذب المؤمن؟ قال لا، لانه مفيش دافع لانه هو يعمل كده، لانها حاجه لا هي حاجة تدفعه إلى السرقة والعياذ بالله تعالى، ولا شهوة تدفعه إلى الزنا والعياذ بالله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى يبعدنا عن مثل هذه القاذورات. طب مولانا وأنا بسأل متخصصين في تفكير هذه الجماعات الأدبية بيقولوا إيه؟ أصل هو الكذب ده عندهم وسيلة عشان يوصل لغاية تانية بيروها إن هي غاية سامية، اللي هو في من منهجهم العوج، يعني او الاعوج، ان هم يصلوا الى استاذيه العالم ولا استاذيه العالم، فبالتالي الكذب ده وسيله بنعملها واحنا ماشيين عشان نحقق الهدف الاكبر، الدوله الاسلاميه او الخلافه. يعني ده ورد على بعض البشر وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض البشر دول كانوا يقولون نحن نكذب لرسول الله. ليه؟ مش عن، مش على رسول أو الله أو على عفو لرسول الله. فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا إله إلا الله. طيب هو كذب ليه وحش قوي كده؟ لأنه يفتري على الله. يعني إيه؟ يعني دلوقتي مسجد واتهدم في سوريا بطريقة معينة، فيقول انه اتهدم في مصر، طب ربنا هو جعله وخلقه مهدوما في سوريا، انت كده بتنسب الكذب لله، بتقول ان الله سبحانه وتعالى فعل هذا في مصر.
تبقى انت نسبت بواسطة هذا غير الواقع ده والكذب لله رب العالمين. طب اذا كان اللي بيكذب على رسول الله يتبوأ مقعده من النار، وما اللي يكذب على الله، فده الكذب ده حكاية غير الواقع. لما يجي في مصر، طب ايه رأيك مصر بتحتفل بأوليائها وتحتفل بعلمائها وتحتفل بصالحيها، واخد بال سيادتك ازاي؟ مظبوط. مصر بتطبق ما ذكرناه. احنا كنا تملي لما حد يسألنا من تلامذتنا في الفقه ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة، فنقول له حكم الصلاة في الأرض المغصوبة عند الإمام أحمد أنها باطلة. الأرض المغصوبة اللي تؤخذ على غير وجه حق، يعني اللي بتؤخذ على مش أرض دولة، أرض مش عارف إيه، أفراد أو دولة أو كذا إلى آخره، بستولى عليها بأي شكل مخالف للقانون أو الشرع، فالأرض المغصوبة فالصلاة فيها باطل. باطل للدرجه دي عند الإمام أحمد باطل اللي بندرسه كده في الأزهر. وبعدين لما نيجي ونقول الله، طب المسجد ده على أرض مش بتاعتك، الأرض دي بتاعت ورثة فلان، والأرض دي بتاعت ورثة علان، والأرض دي بتاعت الدولة، مظبوط. الأموال الفلانية أو الجهة الفلانية، ما هي الدولة مثلا فيها مصالح ووزارات ومؤسسات، كم مؤسسة عندنا؟ 3000، من ضمنهم الأزهر، من ضمنهم الإذاعة والتلفزيون، من ضمنهم كذا، يعني مؤسسات. مظبوط. طب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تمتلك هذه الأرض، وحضرتك اغتصبتها عشان تبني عليها مسجد. طب ما ينفعش، لأن الصلاة فيه تكون باطلة. الكلام ده لأن في تعمد لأخذ الشيء بالحرام، بالحرام يعني استولى عليها بالحرام، يعني قبل ما ندخل في التنفيذ احنا كنا بنقوله للنهار. فلما نيجي نحرر، وبدلا من ان يكون ذلك دليل تقوى، يصبح من هؤلاء النابتة الخوارج، يصبح هذا النوع من انواع درء الفتنة وتطبيق الشرع، ما هواش عجيبه. طب النبي عليه السلام حرق مسجد ضرار، مظبوط، علشان يقول لنا المسجدية دي مش هتمنعني من إقامة الحق. ما تعنونيش الحاجة كده، مش طالما حطيت يافطة مسجد يبقى خلاص، إنما مسجد على أرض مسروقة أو متاخدة حرام يبقى حرام، يبقى باطل، يبقى حرام وهيرجع مرة تانية. وده فعل خير في كل المصلين اللي بيعملوا كده. وقص على هذا بقى آلاف الكذبات اللي هي بتتتبعوها جزاكم الله خيرا، ولكن هي القضية إيه؟ القدح في الوعي. نعم. الذي هو أول مهام الأسرة. نعم.